الناس بتقول احنا انتوا بتتكلموا النهارده على تنظيم الأسرة، وبتتكلموا النهاردة على الحد من النمو السكاني. لا، إحنا دولة إسلامية، وفضيلة المفتي يعني طبعا هنسمع منه في هذا، إحنا الدول الإسلامية ما بتحدش من النمو السكاني. خلينا نشوف الدول اللي زينا عملت إيه. لما نبص النهاردة على مجموعة من الدول دي، كان متوسطات الإنجاب في سنة 1960، بنشوف هذه الدول خفضت من متوسطات الإنجاب في خلال عدة سنوات قد إيه. إندونيسيا نزلت من 5.6 ل 2.3، بنجلاديش نزلت من 6.9 ل 2.1، تايلاند نزلت من 6.1 ل 1.5، ماليزيا نزلت من 6.4 ل 2، إيران نزلت من 6.5 إلى 2.1. فكل الدول وضعت، لما بدأت في الستينات زي ما بدأنا كلنا الستينات ننظر إلى الخطر السكاني، مصر بدأت مع هذه الدول. كلنا بدأنا في الستينات في وضع خطط سكانية، ولكن هنلاقي ان كل الدول كان عندها استدامة. احنا بنعمل مجهود، بتنخفض معدلات السكان ثم تعود مرة اخرى الى الارتفاع. ليه؟ عشان ما فيش تكامل بين السياسات، ما فيش سياسة سكانية متكاملة بنشتغل عليها كلها كمؤسسات الدولة. فنهاردة احنا بنتكلم على معدل متوسط معدل انجاب 3.4، يمكن كان مستهدفين ان هو يبقى 2.1، احنا النهاردة حاطين ان احنا بنستهدف ان هو ينزل الى 1.9 ثم الى 1.5 في 2050. دايما بنتكلم على التوازن، التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، زي ما تفضل الدكتور علي المصلحي، لانه اي اختلال ده هيؤدي إلى التهام كل جهود التنمية. أنا محتاجة بشر، أكيد محتاجة بشر، ومحتاجة ثروة بشرية أكيد، ولكن الاختلال دايما بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة بيؤدي مما لا شك فيه إلى انخفاض نصيب الفرد من كل الموارد اللي لدينا، وبيخلي الفرد لا يشعر بأي ثمار للتنمية.